قناة أكلتك. النهاردة هنعمل وصفة سهلة وكمان بسيطة وهي البيتزا بالبيض. إزاي؟ يلا بينا نشوف الأكلة بتاعتنا ونرجع لبعض. الوصفة بتاعتنا وسهلة وبسيطة ومش مكلفة للناس اللي مش عايزة مثلا تكلفها عشان في جبنة موتزاريلا. ممكن مثلا اي نوع جبنة عندك، شيدر، اي نوع جبن، نستو، الانواع اللي انتوا بتحبوها. تمام، لو انت مش حابة تسويها على البوتاجاز ممكن تدخليها الفرن وتديها وش كده للشواية، هتبقى خطيرة. الليمون ما تنسوش تحطوا ليمون، الليمون بيدي طعم للبيض يا جماعة مختلف. يعني الناس اللي ما جربتش ليمون بس عصرة كده على اي نوع بيض بتعمليه، مقلي، اومليت، زي اللي احنا عملناه النهارده، بيدي طعم حلو جدا. ممكن نعمل وصفات كتير طبعا، هختصرها في حاجتين بسيط كده. ممكن نعمل اول حاجه هجيب طاسه، اجيب مثلا هما بيضتين مثلا، اول واحده هضربها كده وبعدين في الزبده بتاعتي او السمنه وهخليها يعني اومليت تايه كده كويسه، واديها وشين على النار واشيلها. اجيب البيضه الثانيه برده زي اللي انا عملته في الاولانيه، وديها كده في الطاسة خليها تستوي كده، يبقى عندي اتنين اومليت. هجيب ايه بقى؟ هعمل الحشوة بتاعتهم ازاي؟ جيب بصل وتوم وقطع طماطم وفلفل سجق، اي حاجة انا عايزة احطها يعني. هجيب بقى خضروات، اي حاجة. نسويهم على النار كده يتشوحوا، واجيب واحدة من اللي انا عملتها من الاومليت واحط فيها الخلطة دي، واحشيها بقى جبن زي ما انا عايزه، واقوم جايبه الاومليتات التانيه واحطها عليهم ومرجعاها في الطاسه بتاعتي تاني. حابه اضيف ان انا احط جبن على الوش في الاخر، تمام. مش حابه هي كده كفايه، هديها بقى وشين كده يعني على النار مع بعض، تاخد وش من تحت ووش من فوق. الجبن اللي جوه هتسيح، هتخليهم يلزقوا ببعض، وطلعوها وقطعوها شرايح وشوفوا بقى، يعني خطيرة خطيرة، هتعجبكم جدا. جربوها وقولوا رأيكم فيها ايه. ممكن اعمل ايه كمان وصفة كده حلوة وجديدة، انا هعملها لكم ان شاء الله قدامكم، بس حابة اتكلم عليها لان طعمها حلو جدا. هجيب بطاطساية واحدة، واجيب المبشرة وهبشرها، وجزر وهبشره، وهقلبهم مع بعض، وبعدين هجيب البيض بتاعي واحط عليهم واقلبهم بقى كلهم كده تقليبة حلوة مع بعض، ومنساش الملح والفلفل والكمون بتاعي وعصرة ليمونة. هيتقلبوا كده، هجيب صينية عندي فيها ورقة زبدة احط فيها الخليط بتاعي، هي مش هتبقى سايبة، هي هتبقى متماسكة. هفردها في الصينية بتاعتي وادخلها الفرن، وبعدين هتخرج كده عندي طبقة حلوة كده من يعني من الخلطة اللي انا عملتها دي. هقطعها بالسكينة زي العيش التوست كده، وبعدين هجيب على كل قطعة او كل مربع هحط فيه لانشون، جبنة رومي، ممكن احط جبنة سايحة فيه، وبعدين هحط عليه طبقة تانية من المكعب بتاعي، وبعدين هحط برضو طبقة شيدر وطبقة لانشون، وفي الاخر هحط عليه جبنة موتزاريلا وارجعه الفرن تاني. هتدوقوا سندوتش ويدي يا جماعة عمركم ما دقتوه في حياتكم، حاجة كده عاملة زي الكوردن بلو، حاجات كده طعمها حلو جدا. جربوها هتعجبكم جدا. وكمان المدارس خلاص يعني الاطفال بقى عايزين تغيير في الاكلات والسندوتشات، ممكن نعمل لهم ده ونحطه في العيش التوست، هيبقى طعمه تحفة جدا. جربوا الوصفات دي وقولوا لي رأيكم فيها ايه. يا رب الحلقة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، اشوفكم في اكلات جديدة وقناة اكلتك. باي.